السلام عليكم ومرحبا بكم مع لقاء جديد من علوم دار قدمها لكم من محمد عبد الكريم. والبداية بالعناوين. رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد. وحمدان بن زايد يوجه بتعزيز عمليات هيئة الهلال الأحمر الإغاثية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان. أهلا بكم. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العودة إلى المدارس وبداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا سموه ضرورة المثابرة والاجتهاد ومواصلة التعلم. عيالي، أول شيء أبارك لكم العودة إلى مدارسكم، وأبارك لجميع المدرسين والعاملين في قطاع التعليم، وإن شاء الله تكون بداية موفقة وناجحة في عام دراسي جديد. عيالي، بداية الحياة أحلام، تكبر معنا ويكبر طموحنا بتحقيقها، ومدارسكم تصقل هذه الأحلام والمهارات ويرسم فيها المستقبل. فأوصيكم ببذل الجهد والمثابرة، فمسيرة العلم والمعرفة مسيرة متواصلة لا تتوقف. عليكم يا عيالي بالتميز والإبداع والعزيمة. حددوا أهدافكم ولا تتوقفوا عن المحاولة. استثمروا أوقاتكم بأشياء تنفعكم وتنفع أهلكم ومجتمعكم. وأقول لإخواني المعلمين وخواتي المعلمات أن جهودكم مقدرة ورسالتكم عظيمة ومسؤوليتكم كبيرة في التربية والتعليم، والله يحفظكم ويعينكم على أداء هذه الرسالة. يوم نحن نتكلم عن التعليم، نعم، معناها المدرسة والمعلم والطالب، لكن التعليم منظومة متكاملة. لا يمكن أن تتحقق أهدافها من دون أن يقوم الأب والأم والأسرة بدورهم ومتابعة عيالهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم، وكذلك يقوم المجتمع بدوره بمختلف جهاته ومؤسساته بمساعدة منظومة التعليم ومعاونتها حتى تحقق أهدافها الكاملة. الله يوفقكم ويحفظكم. اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ألف منحة دراسية لطلبة البكالوريوس في جامعتي الشارقة وأمريكية الشارقة، وسيعتمد سموه خلال اليومين المقبلين 500 منحة إضافية في الجامعتين. عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم هيئة الشارقة للثروة السمكية، واطلع على تقرير حول أنشطة تجارة السيارات المستعملة ومزادات بيع السيارات، وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات لدعم الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وفي مجال السيارات المستعملة وزيادة الفرص الاستثمارية في مناطق إمارة الشارقة.
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم سعادة روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وبحث سموه وسفيره علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، وأثنى سعادة سفير دوقية لوكسمبورغ على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيدا بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات. وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتعزيز عمليات الهيئة الإغاثية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه بوفد الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حاليا في السودان لتنفيذ عدد من البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية لصالح المتأثرين في عدد من الولايات السودانية الأكثر تضررا من الكارثة. وأطمأن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الأوضاع الإنسانية في السودان بصورة عامة وعلى تفاصيل البرنامج الإغاثي الذي يتم تنفيذه لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين، مؤكدا سموه أن دولة الإمارات لن تدخر وسعا في سبيل تلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان وتعزيز استجابتها الإنسانية لصالح الأشقاء هناك. تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لأعمال الخيرية والإنسانية بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للشعب الباكستاني إثر السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وأسفرت عن قتلى ومصابين وأضرار في البنية التحتية في عدة أقاليم. قدمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية مساعدات إغاثية عاجلة شملت 5000 خيمة لتخفيف معاناة المتضررين من تداعيات هذه الظروف المناخية الصعبة. أعلنت دولة الإمارات عن برنامج ترحيبي داعم لاستضافة حاملي بطاقة هيا والمخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في دولة قطر نهاية العام الحالي خلال الفترة من 20 من نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر. تأتي الخطوة في إطار دعم دولة الإمارات لدولة قطر الشقيقة لاستضافة كأس العالم فيفا قطر 2022 من خلال استضافة زوار الحدث والسماح لهم بدخول الإمارات. المدار متواصلة فيها بعد الفاصل. مكتب أبوظبي للمقيمين يحتفي بإنجازات استثنائية بعد مرور عام على تأسيسه. مثلي القرية هذه مثل أحد من عيالي. تأخذ قوة من الماضي، ماضي أجدادك، تفتخر فيهم لأن هم الأساس. الخنير الإماراتي أغلى جزء في زي الرجل الإماراتي. لأن أنا تعبت عليها تقريباً ما يقارب فوق ال 25 سنة. بعد أجمق وبعد أحد. بس هذا كله عشان الحفاظ على التراث. أتمنى أن كل مواطن غيور على أرضه أن يهتم بماضيه. وكذلك بعد نوصي عيالنا عشان يحافظوا على التراث. نوادر الليلة العاشرة مساء على قناة الإمارات.
لطالما شكلت التجارة رمزا للتعاون الإنساني وتقدم المجتمعات، ويتوقف مستقبلها على صياغة رؤية عالمية شاملة. تقوم مجموعة موانئ أبوظبي بمقاربة التجارة من مختلف النواحي، وتقدم قيمة حقيقية لشركائها ومتعامليهم حول العالم. استكشفوا قصصنا الجديدة عن كيفية قيام فريقنا المبتكر بقيادة دفة التجارة. معا نعيد تصور التجارة للأعوام الخمسين المقبلة وما بعدها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. علوم دار متواصلة وكانت أبرز عناوينها لهذا المساء. رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية إلى أبنائه الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد. ولتفاصيل أكثر يمكنكم مشاهدينا متابعة علوم دار عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى إحصائيات فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 536 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. هذا وأجرت الوزارة 346,725 فحصا جديدا، أسهمت في الكشف عن 512 حالة إصابة جديدة بالفيروس. كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة. احتفى مكتب أبو ظبي للمقيمين في شهر يوليو الماضي بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسه في مشهد يسلط الضوء على نجاحات ومجموعة الإنجازات النوعية التي نجح بتحقيقها خلال 12 شهرا، والتي ساهم من خلالها في تعزيز مكانة إمارة أبو ظبي بوصفها واحدة من الوجهات الأكثر تفضيلا للعيش والعمل والازدهار. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يواصل مكتب أبوظبي للمقيمين منذ انطلاقته المساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز مجتمع غني بتنوع ثقافاته، والنتائج التي نشهدها اليوم تعتبر دليلاً على القدرات والإمكانيات التي وفرت خدمات وبرامج تسلط الضوء على الإمارة وجاذبيتها للمقيمين من جميع الجنسيات الذين يسعون للعيش بمستوى عالي الجودة، فضلاً عن كونها وجهة مميزة لاستقطاب المواهب واستبقائها، ما ينعكس بالتالي على التنوع الاقتصادي والتنمية. المكتب كمل 12 شهر الشهر الماضي. إنجازات المكتب عديدة، من أهم هذه الإنجازات عدد الاتفاقيات اللي تم توقيعها مع الجهات شبه حكومية والجهات الخاصة اللي تعطي ميزات لأصحاب الإقامات الذهبية الصادرة من إمارة أبوظبي. وأيضا إذا نتكلم عن نظام الترشيح للإقامة الذهبية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية الجنسية والهجرة، تم تطوير نظام متكامل. جاءت سلسلة الإنجازات التي تحققت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والتعاون الاستثنائي والدعم الذي حظي به المكتب من مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لضمان وصول المقيمين في إمارة أبوظبي إلى أفضل العروض والخدمات في وقت يستعد المكتب خلال الفترة القادمة للإعلان عن عدة مبادرات تعزز دمج المقيمين في المجتمع المحلي ودعم أصحاب المواهب. أهم المبادرات اللي تم إطلاقها من مكتب أبوظبي للمقيمين هي مبادرة مجلس المقيمين. مجلس المقيمين هو يمثل صوت المقيم في الإمارة، وهو عبارة عن أعضاء من الجهات الحكومية وأعضاء من الجهات الخاصة يمثلونها المقيمين من مختلف القطاعات. وخلال هذا المجلس يتم النقاش عدة مواضيع تخص الحياة اليومية للمقيم في الإمارة. مكتب أبوظبي للمقيمين تم تأسيسه لدعم مجتمع المقيمين المزدهر في الإمارة ووضع سياسات من شأنها تحسين نمط حياة كل من يقيم في أبوظبي في الحاضر والمستقبل. مكتب أبوظبي للمقيمين مكتب يساهم في تحسين حياة المقيمين في إمارة أبوظبي وتوفير الاستقرار والازدهار لهم. شمس المرزوقي لمركز أخبار قنوات أبوظبي من العاصمة أبوظبي.
تقوم نيابة الأسرة والأحداث في دبي بدور مجتمعي وإنساني في نشر مفاهيم الخير والتسامح من خلال مبادراتها التي تؤثر إيجابيا في المجتمع، أبرزها غرفة الصلح الأسري حفاظا على التماسك الأسري وفض النزاعات بين الزوجين وبين أفراد الأسرة. ندى الرئيسي لديها التفاصيل. الصلح خير، نهج النيابة العامة بدبي في التعامل مع قضايا الخلافات الأسرية ليتم احتواؤها قبل الوصول إلى أروقة المحاكم عبر غرفة الصلح الأسري بنيابة الأسرة والأحداث، لتؤدي دوراً إنسانياً في بث مشاعر التسامح وتقوية الروابط العائلية. طالما أن هناك في مشكلة أسرية معناته في توتر في العلاقة بين الطرفين، نحاول نوجد حل بحيث أن نرد هاي العلاقة مثل ما كانت، نحتوي هاي المشكلة ونحاول نعمل صلح بين الأطراف. فإذا صلحنا الأسرة اللي هي نواة المجتمع أصلحنا المجتمع. الغرفة تم تجهيزها بمواصفات خاصة بعيدا عن الأجواء الرسمية داخل المكتب ولتخفيف الضغوطات النفسية، حيث تقوم الأخصائية الاجتماعية بالتحدث مع الأطراف داخل الغرفة بمبنى النيابة في جو أسري يفضي إلى الإصلاح. بالنسبة للقضايا التي تمر علينا، في قضايا نوع من القضايا تحتاج أنها مثلا تكون شوية شائكة، فوجدنا ابتكار في أن نحل القضايا اللي تمر علينا عن طريق عملنا اتفاقية مع الشؤون الإسلامية والعمل الخيري عن طريق الواحد الديني. في قضايا يعني قدرنا أن نحن نقنعهم بالصلح، سبحان الله، لأن الجانب الديني له دور في يعني دور في الصلح والتلاحم الأسري. غرفة الصلح الأسري تقوم بدور إيجابي بناء منذ تأسيسها في عام 2017 في الإصلاح بين المتخاصمين بالود وإحقاق الحقوق وحل الخلافات بالتفاهم بعيدا عن اللجوء إلى القضاء. وقد بلغت نسبة مؤشر قضايا الصلح الأسري منذ بداية عام 2019 إلى 40.2% و33.5% في عام 2020، وحتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2021 وصلت إلى 31%. غرفة الصلح الأسري فكرة إنسانية مبتكرة لتعزيز الروابط الأسرية والحفاظ على تماسكها من خلال احتواء المشاكل والخلافات التي تواجهها. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ندى الرئيسي، دبي. نشرتنا متواصلة، فيها بعد الفاصل في أخبار الاقتصاد. الإمارات ضمن الأفضل عالميا في مؤشرات الحياة الرقمية. بقصصهم تراثا وحضارات عاشت وما زالت تلهمنا جيلا بعد جيل. توحدت أهدافهم في عشق الإمارات. لا خلينا منكم، الموسم الثاني الليلة 9:30 مساء على قناة الإمارات. إلى دبي، مركز المال والأعمال. توسعنا لنقدم لكم الأفضل. IDB، البنك العراقي الأول اللي يحصل على ترخيص في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة دبي. سوف يكون مصرف التنمية الدولي بوابة عبور دول مجلس التعاون الخليجي والعالم إلى العراق لتسهيل عمليات التمويل التجاري. احترافية عالية في إدارة الخدمات المصرفية، وهذه قيمة إضافية يتميز بها بنك التنمية الدولي في دبي.
الآن لتحقيق توأم اقتصادية بين البلدين. أهلا بكم مجددا في نشرتكم المحلية علم دار. الآن إلى جولة من الأخبار الاقتصادية نتابعها في سياق التقرير التالي. كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن دولة الإمارات جاءت ضمن الدول الأفضل عالميا في مؤشرات الحياة الرقمية. تصدرت الدولة المرتبة الأولى عالميا فيما يتعلق بسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك، حيث بلغ متوسط سرعة الإنترنت في الإمارات 134.14 ميجا بايت في الثانية، فيما يبلغ المتوسط العالمي 30 ميجا بايت في الثانية. وأوضح التقرير أن الدولة تصدرت المرتبة الثانية عالميا في استخدام الإنترنت بمعدل يصل إلى 99% مقابل المتوسط العالمي البالغ 62.5%، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في الإمارات يصل إلى 9,935,967 مستخدما. وأضاف التقرير أن الدولة هي الأولى عالميا في معدل استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان بنحو 106% مقابل معدل استخدام العالم لمواقع التواصل الاجتماعي والبالغ مقداره 58.14%. استحوذت الودائع الكبيرة لأكثر من 20 مليون درهم على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2 تريليون درهم بنهاية الربع الأول وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وبلغت قيمة الودائع بأكثر من 20 مليون درهم نحو 1.164 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، مشكلة أكثر من 58% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة. وبلغت الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليون نحو 248.5 مليار درهم أو أكثر من 12.3% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من 1 مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.18% من الإجمالي وبقيمة تصل إلى 258.4 مليار درهم. أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة عبر تطبيق الخدمات المصرفية الرقمية الخاص به، ويتلقى الموافقة أو الرد في غضون 5 أيام. وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول لمصادر التمويل والارتقاء بمستويات سهولة ممارسة الأعمال في الدولة. استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري 1,200,000 نزيل فندقي بنمو مقداره 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات إدارة الثقافة والسياحة أبوظبي التي أظهرت استمرار ارتفاع معدلات الأشغال الفندقي لتصل إلى 69% وبزيادة مقدارها 4%. ووفقا للبيانات ارتفع إجمالي الإيرادات الفندقية بمعدل 28% خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو الماضي ليبلغ 2,700,000,000 درهم، في حين ارتفع متوسط أسعار الغرف الفندقية المتاحة إلى 325 درهما بنمو مقداره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. والآن مع جولة للأخبار من كل دار توردها لكم مختصرة ندى الزهابي. اختتمت مجالس أبوظبي بديوان رئاسة أنشطتها الصيفية التي أقيمت في عدد من مجالس مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، شارك فيها مختلف فئات المجتمع، حيث أقيم برنامج تحفيظ القرآن الكريم بالتعاون مع هيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مدار شهر. كما تضمن البرنامج الصيفي أنشطة مختلفة من الفنون الإبداعية مثل ورش الرسم التي قدمها الرسام الإماراتي فارس الحمادي، وورش فنية
مقدمة من منصة ريفليكت تضمنت الموزاييك للأطفال والرسم على الحقائب وغيرها. أعلنت مدينة مصدر عن افتتاح أول مقر إقليمي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط. ويعد المعهد مؤسسة بحثية دولية تعمل على تعزيز تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه بما يدعم الجهود الرامية لتحقيق الحياد المناخي، كما يسعى لتعاون بشكل وثيق مع الشركاء المعنيين ومؤسسات القطاع العام لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون في المنطقة خلال الأشهر والسنوات المقبلة. افتتح متحف المستقبل متجره الإلكتروني الرسمي لتعزيز التواصل مع كافة زواره من خلال عرض تذكارات مستوحاة من محتواه المتميز. يمثل المتجر الجديد نافذة إلكترونية لأجمل الذكريات لمن زاروا المتحف من خلال اقتناء عدد من الهدايا التذكارية الرائعة التي ستخلد زيارتهم في الذاكرة حتى يزوروه من جديد في المستقبل. كما سيتيح المتجر فرصة فريدة لمن لم يزر المتحف بعد من خلال معرفة ما يمكن للمتحف أن يقدمه عبر المعروضات المتميزة التي تحمل علامة المتحف والمصممة بطرق فنية مبتكرة تعكس روح المتحف والقيم التي يمثلها. كما يتضمن إبداعات لمواهب إماراتية وألعاب ترفيهية وتعليمية إلى جانب مجموعة من التذكارات. بدأ العد التنازلي لمهمة الإمارات لاستكشاف القمر، حيث سيصل المستكشف راشد لموقع إطلاق في مركز كندي للفضاء بفلوريدا في سبتمبر المقبل، وسينطلق على متن الصاروخ سبيس إكس فالكون 9، ولم يتبقى سوى 62 يوما على موعد نافذة الإطلاق، وتمتد لثلاثة أشهر ليصل المستكشف بعدها إلى موقع الهبوط على سطح القمر، وتحديدا منطقة فوهة أطلس في منطقة ماري فراغس التي تعد الأولى من نوعها في المناطق التي تستكشف لأول مرة. وتصل رحلة وصول المستكشف راشد لوجهته إلى 6 أيام كحد أدنى، فيما قد تصل إلى نحو 3 أشهر، وذلك تبعا لنوع المدار الذي سيتم اختياره. المدار لهذا المساء وصلت إلى نهايتها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وفي أمان الله.